خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كنحيي الجميع، كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خاصه متتبعي قناه الباشي العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، ودائما كنرحب المتتبعين الجدد، حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم القناه ديالكم. ودائما اخوتي واحد التحيه لجميع المغاربه في العالم، فيما كاين شي مغربي في العالم، انا كنقدم له التحيه من هذا المنبر، وخاصه جميع المتابعات والمتابعين ديالنا، كل وحده باسمها وكل واحد باسمه عزاد، مشكورين على كل كلمه كتبوا حقنا لا تقدر بثمن، دائما كتبقى المرتبه ديالكم خاصه وخاصه جدا. اليوم اخوتي غنتكلموا على واحد القصه حتى هي عندها علاقه بالجريمه، وديك الجريمه اللي هي خطيره وخطيره جدا، وهذه الجرائم اللي دائما كيكونوا كيدمروا الانسان وكيدمروا الاسره وكيدمروا كل ما هو كائن في هذه الحياه، اللي هي الشعوذه والسحر والدجال. واليوم غنتكلموا بما اننا حكينا القصه اللي فاتت، وحكي لكم على المقابر اللي هو ملصق في المندوبيه، كاين مقابر بوعرقيه وكاين مقابر ديال المندوبيه اللي كيطلب على شهاد الحسن الاول. وقلت لكم هذه المقبره كنعرف انا عليها بزاف ديال الجرائم، بزاف ديال المصائب اللي وقعوا داخل هذه المقبره هذه. واليوم غنتكلمكم على واحد الجريمه خطيره كنوقعت لواحد الشخص وكنعرفو شخصيا، والشخص كان صديق ديالي وكنعرفو، يعني نعرف يما ونعرف خا ونعرف الامور ديال الاسره، وكنعرف عليه بزاف ديال الامور، واللي ما كنتش كنعرفو عاودوا لي هو بالحرف. واليوم غندخلو في هاد القصه هادي، وهاد القصه هادي عندها العلاقه بالشعوذه. ملي كنقولو الشعوذه زعما الله يهدينا، راه كتجمع بزاف ديال الاشخاص، كانوا نساء او كانوا رجال، ولكن اكثر الضحايا كيكونوا نساء اللي كيعجبهم وكيعيشوا وكيامنوا وكيتيقوا هذا العالم ديال الشعوذة، وشي خطير وخطير، ولو أننا كنعيشو في واحد الفترة واحد الوقت اللي هو الوقت يعني التكنولوجيا، الوقت ديال الحداثة، الوقت ديال العولمة، وباقي الإنسان كيأمن بهاد الشي هذا، باقي الإنسان كيعلق مع القرطاسة، وباقي الإنسان كيعلق الكتابة في الجيم ديالو، وباقي كيقلب على مثلا المحبة وعلى القبول وعلى كذا وعلى هادي، والخزعبلات والمصائب العظمى تيخرج على راسو، تالا كان الجنون مكيعرفوش شي، عاد كيعرفوه الجنون، كيتكرو عليه وكيخرجوا عليه وكيحمقوه. والله العظيم كتكون تينا هاني مع راسك، ما عندك حتى شي حاجة، وكتعمل حريرة لراسك وجقلالة لراسك، كضيع راسك، هادي هي الأمور اللي هي خطيرة. واليوم غنتكلم هاد القصة، ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، بحال دائما أخوتي، لا عجبتكم شي حاجة ما تبخلوش شي، عملوا أبوني وسكوا على زر الاشتراك باش دايما يوصلكم الجديد، وعملوا لايك لايكو وجوجمو وبارطاجيو، وصوروا القصة حتى الأخير، ودعموا القناة أخوتي، القناة راه ديالكم. غنتكلم أخوتي على واحد الشخص اللي كان صديق ديالي وكان سميتو أحمد. واش الشخص هذا يعني ماشي من موارد، ماشي من الجيل ديالي، ولكن كبير مني بعد سنوات قليلة، ما زاد على شي عام أو ثلاث سنين، وكنعرفو شخصيا وكنعرف صد الدار ديالو، وخاصة في الأيام اللي كنا صغاري كنا كنعمرو البلايا، وخاصة اللي كنقول أنا البلايا هي تجي فين هو لاكارد التيران في لبان مرسى، وكانوا باقي تما الكيران، كانت محطة الكيران، كانت في بلايا في هاد القعدة اللي تماك، وتما القهاوي والمطاعم وكدا، وكلشي كانت في هاد النقطة هادي. الصرافية، البزنازة، المطاعم، السراق، البركاكة، اللي قلتي كانوا موجودين في هاد النقطة هادي، وكانوا الفلوس تما وهادي، وكنا كنعاودو تما كنعاودو، بنادم كيدبع على راسو، اللي بغا يدبع على راسو كيدبع على راسو، ما كاين ما يدار، إلا حركتي الحركة، عايجب الله تيسير، بيع وشري، صرف، دخل مرسى، كرو، حمل، كدا الأمور، دبع على راسك، أنا لقيتي جالس مربع على راسك، ما عندك شي حاجة، هادي راه معروفة. واش الشخص كنت عارف البلاية، أنا كنت كنبيع كرو، حتى هو كان كيبيع كرو. دابا كنبيع كارو، وفي نفس الوقت هو كان عنده واحد الخا كيخدم في مرسى، كان كيخرج له كارو من تما، وقلت انا بيدي عاوتاني كنشري من عنده ومع خاه، هذه هي الامور اللي كانت عندي هنا باش كنت كنعرفو انا. وملي كبرنا بديت كنعرفو عنده الجوطيه، كنت كنعمرنا الجوطيه، وكان حتى هو كيجي الجوطيه، ولكن كيجي هو غير يبيع شي حاجه او يشري شي حاجه، ماشي كان كيبيع ويشري، كتجي مره مره كيجي تما، اما جاي يبيع شي حاجه بيسه يبيعها، او لا جاي يشري شي حاجه لراسو. وفي نفس الوقت كنت كنعرفو انا عاوتاني داخل المقابر ديال المندوبيه، اللي علاش كنت تما واحد الشخص كيقول مصطفى الدولي، كان عنده تما الخرص وعنده بعض الامور ديال الرياضه، كنا كندخلو نتريدو تما، كنسالو تا هو كنت كنجبرو تما، وكان هو في الفورمه مزيونه كيتريني، دار بوادر ستريد وكيلعب الخرص، كيعمل تيسكا يعني كيعمل يعني كيعرف يلعب يعني واعر في الخرص وكدا، كنعرفو يعني بصح، وكنا دايما كن وعاد باش تا الخرص الترابيز، يعني نقول لكم دابا تيسكا في الفلافل كيفلفل هو، وكينقاز يعني تا هو كان عنده الطموح بصح في الرياضه، ولكن سبحان الله العظيم امور اللي وقعنا الشخص هذا كنعرف عليه بزاف ديال الحاجات، واللي حاجه اللي كنت كنعرف عليه عاد عرفتها هو عاودالي بالحرف، هو عاودالي بالحرف، وفين عاودالي؟ عاودالي عام 1993،
كنت طلعت انا عاوتاني واحد مشكل واحد الدبزه هي مزرف فيها، طلعت للحبس ودخلت لحي الدال الشامبري اللي كان فيه جمال روميو اللي هو 8 ديال بواجده، كيعطيو الشامبري بواجده تما جبرتو. وملي جبرتو ديك الشامبري سبحان الله العظيم كيف دخلت هو الاول اللي عيط لي هضر يا خيط باشر يا خيط باشر. ومن هذيك اللي كان جالسنا داك الشامبري النص كبير بقاو مستعجبين، يعني ملي دخل تما ما هضر تهضر معايا انا وكيخلوا معقول بحال الحماق ولا ما نعرف. سبحان الله العظيم هو ما حماق ما والو، هو الانسان حقا آلي في حياته، ولكن ما الصدمه والمشاكل وهادي خلاوه ما كيهضر ما كيتكلم، ولكن هي شافني انا في الحين هضر معايا. وكنا كنخرجوا بباطيو، ملي كنخرجوا بباطيو كان كيرو من هيري انا وكنبقى نتمشاو انا وياه ونجلسوا كدا، وبدا كيعاود لي الشيء اللي انا عاود لكم انا، انا عارف بزاف امور عليه ولكن اللي ما كنتش كنعرفو عاودو لي شي خطير خطير جدا. حتى دخل هادشي هذا ما كاينش في الدنيا ربما هي في الافلام ديال اكزرسيس ديال الخوف، ولكن داكشي ديال الصح تاعين ولا قلب شي عجبك داكشي كاين باقي دابا كاع ولا اختار هادشي هذا. كيفاش القصه ديالو؟ هاد خا احمد كيسكن في مدينه قديمه وعندو الدار ديالهم، باباه مات الله يرحمو، عندو يماه مرا كبيره وعندو هاد خاه، وداك خاه هو الكبير، وداك خاه كيخدم في مرسى ديال الخزاين ديال الزرع، وهو لا خدمه لا خدمه، كان ملي كنا صغارين كدا كارو كدا الامور بقات الامور هيدا بوري بقى غير شخوفه ديال الكيف، ما كيدرو كار ما كيسكر حتى شي حاجه، المهم كيكمل كيف ولكن ما كيخدم ما كيردم، غير يماه بوري كديباني هيدا ولا خاه كيدبر عليه، المهم هادشي اللي عنده هو ما كاين لا خدمه لا خدمه. المهم هاديك الدار اللي ساكنين فيها عند واحد السفلي في واحد جوج دبيوت كيكريو هاد البنات، تي كتعرف البنات كيجيو لطاجي يخدمو في المعامل وهادي كيقلبو على شي سكينة هادي شي بويت كيكريوها مع الناس وهادي كيكريوها، وما كيكريوها خاص من البنات كيبقى لا مشاكل لا صداع. واحد المرة كانو هاد جوج دبيوت اللي هما في السفلي خاويين، وجات واحد المرا جا واحد السمسار باش تكري، المهم كراتلها مرا كبيرة مع بنتها، المهم لقى مع يما خا احمد تلاهمو كراو عندها في السفلي عادي، مع انهم كيكملو البنات مع هاد المرا حتى هي هي وبنتها ماشي مشكل، هما كيدخلو شي رجال فقط. ولكن هاد السيدة هادي اللي كانت في السفلي هي وبنتها ساكنين داك الشهر الاولي والثاني والثالث معوض، ولكن مور داكشي هذاك بقات كتعمل الامور ديال الشعوادة، بقات كتسمي راسها بانها هي الشوافة، بين قوسين انا دائما كنحسب داك كلمة الشوافة مكنبغيش نقولها، اللي كيشوف كيعلم هو الله سبحانه وتعالى. المهم بقات كتكتم من عباد الله، بقات يعني بقات كتشهر لانها هي شوافه، بداو كيجيو عندها النساء كل مره ما جا وحده. والمصيبه الكبيره لا قلتي لي علاش ما هدي احمد ما جراتي عليها، لان يما احمد بدا كتامن بهذا الشيء، هذا هو المشكل الكبير. يما احمد بدا كتزور السادات، بدا كتطلع مولاي عبد الله، هي بدا كتمشي تدعي عليه من حمدوش، هي بدا كتمشي ما عارف من وهي مامنه حتى هي بهذا الشيء، هذا هي المصيبه العظمى. بزاف ديال النساء اللي بقاو على هاد المصيبه، وخاصه كنوضحكم دائما كنقول لكم هادشي كامل افعال ديال المستعمر المحتل اللي كيحتل وكيستعمر الدول ديال الناس، هادشي اللي كيقوم به اول حاجه اللي كيقوم بها المستعمر الدوله اللي كيستعمرها شنو كيعمل؟ كيمشي يدير ديال المكاتب للكتوبه وللمعرفه، كيعطيهم العافيه كيحرقهم، والكتوبه اللي هما فيهم شي حاجه اللي يستافدوا منها وشي حاجه غاليه كيديها هو كيستافد منها، هذا كيعمل المستعمر، والتباقي كيحرقهم وكيزرع فيك الثقافه ديالو، ونص الوقت ديك الثقافه اللي كيزرعها فيك اللي كيعلمها لك ماشي ديك الثقافه اللي عتفيدك، الثقافه اللي عتفسدك، وخاصه الجهل والاعتقادات الباطله ودخل بزاف ديال الامور، بحال اللي وقع بزاف ديال الناس هنا. قلت لكم دائما ملي مشى بحال الاستعمار اللي كان هنا في طنجه اللي هو الاحتلال الدولي، بقاو الرجال مرونين مبليين عليهم مليين بالشراب عليهم مليين بالعيلات عليهم مليين بالفساد عليهم مليين بكذا، والوزيع الديني ما كاينشي، وتا الشارع عاوتاني ما كاين لا دين لا تا حاجه، كلشي بروافه تنعطم. وتا عارف نعاودكم هادشي هذا دائما خاصه في القصه اللي قبل من هذه، ولكن حتى نسى حتى نسى ملي مشى المستعمر خلاهم مضوخين حتى هما النص كبير الا ما رحم ربي، انا ما كنعممشي بزاف ديال النساء عاوتاني بقاو شابرين بعض الاعتقادات خاطئه باطله لا ما انزل الله بها من سلطان، خاصة بعد الاعتقادات مشينا الشجرة ربط فيها السمنية ديالو، ربط فيها الملابس الداخلية، عمل كدا هادي مشي ذبح هنايا، مشي فروج كحال، عمل فروج حمار، مشي زور هنا، مشي كتب هنا، مشي عمل هادي، هادشي كامل ديال الزنديق ديال الدجال والسع والشعوذة كانت عند من؟ كانت عند المحتل، هما اللي عندهم هاد الاعتقادات، يعني النصارى وخاصة النساء ديالهم اللي كيعتقدوا هادشي هادا وكيعملوا الطقوس بحال هكدا، ملي مشاو خلاو النساء ديالنا مبريين بهادشي هادا، صار الله يا هادي.
رجال بلاو بحاجه ونسات بلاو بحاجه. نمشي المحسن بحالو بزاف ديال الناس بقاو هنايا معتقدين الاعتقادات، كيزوروا السادات، كيزوروا القبور، كيذبحوا الجداد وكذا على القبور الجديان، كيعلقوا ديك الشراوط ديالو في الشجار في اماكن اللي هما كنعرفوا هادشي هذا راه باقي حتى دابا. هذه المصيبه العظمى باقي حتى دابا وحنا في عصر التكنولوجيا، باقي هادشي هذا وبكثره داكشي زاد، وعاد كان الاشاره ديالو داخل المواقع وراه خلي داكشي هذا بالسلام. المهم ملي كنوضح لك انا سادي مال احمد خاصك ديك المره كتشعود ما جراتش عليها، بالعكس هي بدا كتدخل عندها خلاها فلانه عامل لي شي حاجه لبني، ابني معين، ابني ما تعرفش عنده ما كيخدم شي، الواخو الكبير عاوتاني تا هو كيخدم ما بغاش يجوج، عامل له شي حاجه، عامل لي شي حاجه، عدل لي يماه في جدو حتى هي مشات هذه الهوا هذا والله يطب بينا، يعني قالوا الضرب وامور كيفاش عامله. ولكن المشكله والخطوره فين هي؟ المشكله الكبيره والمصيبه هي خا احمد. خا احمد غيبقى بالتدريج حتى يجروه يدخلوا من عندهم للدار، حتى يبقى عندهم مملوك ديك المراه وبنتها. منا كيستعملوا في حاجه شي كارت كور مثلا تما كيعس باش شي واحد في الحومه ما يهضرش، وثانيا كيستعملوا في شي حاجه شي سخره ولا عادي، ولكن بعد غيدخلوا في امور خطيره خطيره جدا، وخاصه المشعوذه ربما على ما قال لي احمد بان عاقس لي بانه هو زهري، وقال لي بان كنعرفوا حنا هذا النادم زهري حسب له هو العو صغيري كانوا زهريين اللي كيسرقوهم وكيديهم وكيذبحوهم كيجيبوهم الكنوزه. قال لي ما حسبليش انا بنادم كبير بحالي وزهري. قال لي يا ودي بقى كتصايصن معاه بل كتسحن الحيله حتى جعلته يقطع يدو وتديرو الدم من يدو، وعاد عاد دبر عليه يعني عدو خو كدا وهادي مو عاد ديرو الدم من يدو، وديك الدم اللي عدهلو عاد كحلو به مع انه هو قال لك يا هو على ما كيقول كيقول هو ما كيفطنش يعني شي بحال يعمل منو شي حاجه، كان كياكل عندهم وكيخلف وكيعملو بزاف ديال الطقوس. قال بحال لي هي هي الرره الشاشه ما عرفت حتى شي حاجه، حتى الدم قطعتو الدم الدم كحلت له به وعملتهم شي شي رضو ماشي قنوطه عملت به الدم. المهم وداك الشيء هو كيشوف ما يقدر يهضر ولا يتكلم، ولكن بقات الامور ديالو هيدا مع العلم انا كدبر عليه وكتشري له الكيب وهادي، وفي نص الوقت كان علاقه غاشيه هي مع ديك البنت اللي كتقول بنتها، والعلاقه غاشيه حتى معها هي شي عاود بيدو حتى هي كان كيمارس معها وهادي، وكتمارس بواحد الطريقه فيها شي طقوس شيطانيه هي بحال كتستغلو باش تخدم داك الشيء ديال السحر والشعوذه. وعاد الناس ماشي ما جينا عندها وتا واحد من الحومه ما كيقدر يهضر، كلشي مبولط، كلشي مضر بحقه، كلشي مضر بالراس ديالو، كلشي مدوق ما يقدر حتى واحد يهضر شي حاجه يعني داكشي ديال الشعوذه والسحر. ولكن المصيبه اخرى فين هي؟ المصيبه هو دابا احمد كتجيبها كيهضر الهضره وكيهضر لها من المقابر، المقابر كيدخل يتريني تما ومقابر قديم خلاوها الاستعمار وكذا ما عرفش شنو، وفي فونيت النصارى وفوقي في المسلمين ومقابر العراقيه وكذا وهادي. حتى جابت حتى شي نهار قلت له يا ودي خصني نمشي معاك للمقابر، شحال ما في المقابر قلت له يا ودي انا راجلي مات، حنا حقا كنا شحال هادي في طنجه قبل ما ندخل طنجه ونرجع، شحال هادي كنا في طنجه وراجلي مات ومدفون تما ما عرفتش خصني نمشي في التل كتغمق عليه. حتى دخلنا ديك المقابر، دخل المقابر بقات كدور تمايا مع كيشرح لها هذا المقابر حق المندوبيه من هنايا كذا مقابر صغير ماشي كبير، وكيخلع قبور يعني خدامين كذا وهادي، وقال لي هي النهار يعني كتجيبها كيكون شي بنادم تما بالمقابر دار امور بزاف باش كتخبع تما. قال لي كتعرف بقات هيدا كتلوى كتلوى تجيب واحد الخلوه هيدا ما كاينش بنادم، قال لي تزول عليها كما خلقتها يماها، وبقات كتمرغد في واحد القبر باش باش رشاتو بشي حاجه، وبقات كتمرغد فيه في واحد القبر، ودوك القبور كيخلعوه ما قبور قدامين معمرين بالحجار بالشطاب بالقصاب يعني كيخلعوه مشقوقين وقدامين كيما يتشاب ماشي قبور اللي جدادين لا. قال لي هادو ومخافتش وكتمرغد، قال لي انا هي كنشوف ما كنقبل عمل حتى شي حاجه بحال باولوت. المهم بقات كتعمل شي امور سعيده وعمل هادي عمل هادي، وحافرت واحد الحفيره وتمرت شي حاجه تما ودات شي حاجه تسربر ودات في الكسوه ديالها شي جيم ديالها. قال لي وقالت لي لا فحالنا ومشينا فحالنا، خليونا كنشوف نقدر نهضر ولا نتكلم، مشينا فحالنا. قال لي هالامور فحال هادي بقات كتعاود بزاف ديال المرات وهي كتمنى الطقوس فحال هادي. قال لي واحد المره شنو غتقول له؟ قال لي انا صايم بقيت كنعرف حتى شي حاجه مرة مدوق غايم عايش في هاد العالم. قلت له يا ودي عاد بقى تلبس في ديك المقابر مابقاش تجي، بقى في ديك المقابر ليلا ونهار نجيب لك الماكلة ديالك تما وندبر عليك وكدا وأمور وعتبات تما. قال لي كيفاش عنبات تما؟ قلت له يا ودي غنجيب لك شي دي النعاس غتربيهم وتبقى تخليهم يرعاو تما في المقبرة النعاس وتبات معاهم تما، فهمتيني؟ وهو ما يقدرش يقول له حقا
جابتو النعاس، قال لي جابتو تقريبا شي 10 طراز ديال النعاس جابتو منو، وبدا كيراعيهم في وسط المقبره، كيقضي النهار كامل معاهم، وبالليل تما كينعس، وهي كتجي بعض المرات في الصباح كيحلب لها الحليب ديال النعاس وكتداه، وبعض المرات عاوتاني كتجي تمايا وكتدخل وكتقعد من نفس داك الطقوس، نفس الطقوس. قال لي بعض المرات، قال لي انا صابت كنعرف حتى شي حاجه، ما كنعرف والو، مقابر زعما ساكن فيه، كتجي من تما الدار كيجي خايل عادي، ورويلي خصهم يدوني وانا لاصق من القبر ما نخرجش منه، كيجوري من المعاز يعني. بس عرفت هذا ماشي ديك الفليم اللي مثلو على ديك الهنداوي اللي عاش في السعوديه مع ديك الكافير اللي خطفوه وخلاه مربي تما كيربي له المعاز في الصحراء، وسماو ديك الفليم حياه المعاز. ها انا حياه المعاز الحقيقيه فين هي؟ هذه هي حياه المعاز، بقى عايش مع المعاز تما في المقابر ليلا ونهارا، وخا يما وخا كيبغي يديوه والو، الراجل صاحب المنظور تما ما يقدر يعمل حتى شي حاجه. علاش؟ ربما ديك الدم ديالو شي حوايج اللي فنهم له تما، مع امور التعويض كاين، السحر حق والعين حق، يقدر تقول كذب كذب عليك شي حاجه ما كاينش، ولكن اللي بغى ينجم هادشي هذا خصو يكون دائما مع الله، ودائما شابر في دين الله، دائما الامور ديالو مصالحه مع الله، ونقي وموضي، ودائما كيبعد من المشاكل اللي كتوصلنا هادشي هذا. اتونسيون قمر على ما حرق السمر نسي الله يرحمه مسكين. المهم دابا الشخص هذا مسكين مع العلم انا كنت كنعرفو، ولكن كتجي معنا كتجي معنا كنت كنوصل للمقابر كنوصلو شي صدفه شي حاجه وصلنا للمقابر وكنجبرو تما حقا مع ديك المعاه وكنهضر معاه وكيهضر معايا باشير الدالي، ولكن الراجل رجع ما كيغسلش ربو حقو جا د الشعر موسخه واللحيه والدفرين والوساخ وعمل واحد جلابه عايده وخصيصه راه عليه. المهم ما كي هذا كيبقى، وديك المصيبه ديك المراه هي اللي كتجينا عنده يوميا كتجيو ديروا الميكا ولا شي حاجه فيها الماكله وكياكل تما وكيبقى تما كيمشي شي، وكتدخل حتى ديك المقابر وكتعمل بعض الطقوس تماك. قال لي واحد المره، واحد المره كان الليل وكان ديك الايام ديال الشتا والشتا كطيح وجات ودخلت للمقابر وكتخاف شي، قال لي كتجيب بوحده وما كاينش الخوف، ودخلت للمقابر وكتعرف شنو بقات فين هو تمايا، وعيطت له وجبرته كاع شي موطع تما تما عاوتاني ما كيعرفش ماشي تشتا طبعا تما بحد بحد ما خاش الشتا كطيح عطخو عليك الشتا ولكن عطخو شي قويه عامله بحال شي غار وير ماشي طاب الموطع هذا كيعرفو جهاد الحد المحكمه عامل تما بحال شي غار بحال شي بيت بحال شي وداك الشيء بالشتا، واخا تعشى واخا كتعشى كتعشى تهز يقول لك ما كتحشي بها كانها قويه، ولكن دخلت عندو جبرتو تما وجابتو شي حاجه كلاها. في نفس الوقت قال لي يا خي بشير شبرت واحد المعزه وذبحتها اول مره عشت الطقوس عيده، قال لي ويا الشتا كطيح والدنيا مغيصه ومسخه وانت كتعرف الامور المقابر كيفاش عامله، قال لي ذبح ديك المعزه وشبرت ديك الدم اللي كان تما وبقات كتغسل به وجهها وكتشرب منه، من بعد هز داك الدم اللي في ديك التراب هذا بعد جينا عاد جينا عملت شي صوره عملت معاها وحنا باقي كنهضروا عيده وبقات كتعمل شي امور وكتسجد، قال لي كتسجد من الارض كتسجد وكتعمل شي امورات اللي هي خطيره. قال لي هو غير جالس كيشوف اي حاجه كتعملها ما كيهضر ما كيتكلم بحال اللي ما بحال اللي غايب بحال اللي ما كاينش هنا ما يقدر يعمل حتى شي حاجه، هو كيشوف وعاد هو ما كيلاحظ ولا والو كيشوف بعينو ما كيهضر ما كيتكلم ما كاين حتى شي حاجه. قال لي واحد الساعه عيجي واحد الطير كبير بحال شي طير عادي يهود وعيهود ديك الجديه اللي مدبوحه ديك المعزه وعيديها وعادي يمشي مشى ما نعرف يمشى، وبقات هي عايده كتهز داك التراب اللي في ديك الدم كتعمل شي صره وعملاتو معاها وكدا هادو الامور وعملت لها في الدار ديالو كدا امور عايده وصافي خرج معاها ومشات في حالها فقط، هو بقى موضوع تمايا. المهم قال لي اخي بشير انا مشيت داك الموطع كنشوف عايده كنفتش ما كتجبر لا دم ولا حتى شي حاجه اللي ما عمرها عملت شي حاجه تما مره. المهم دابا شوف الامور كيقولوا بشي خطير، دابا هادشي اللي كيسمعوا من عندهم ما يقولوا هادشي هذا كذوب، اقسم بالله كنختار من هادشي هذا، وحاليا في السنوات اللي كنعيشوها دابا فين غيبقى هادشي هذا. مشيو سولوا الناس على المقابر في جميع المقابر شنو كيوقع في منهم، الانسان كيف كيموت ولا مرة ولا راه كيدفنوه كيجي ولدو لغدا ما كيجبروش يجبدو وما عرفش شنو يعملوا فيه ولا شي حاجه ولا هادي، راه كوارث عظمى كوارث عظمى والاعتقادات باطله شيطانيه اللي كيعيشها بعض الاشخاص. المهم بقاو تما هو عايش في ديك المقابر تماك مع ديك المعاز هي الحيز المعاز وما كيقدر يعمل حتى شي حاجه، وهي دائما كتجي اما كتمرغط تمايا كتبقى صورت في المقابر، بعد المرات كتجي تما كتحفر في شي قاش شي مقبره كتدفن شي حاجه ما تعرفش شنو كيدفنوا تماك، راه مصيبه مصيبه عظمى كتدفن الامور
وبعد ما راه كتجي تمايا كتقوم نص المنظر كتبرع في معزه وكتذبحها كدير قلات شي الدم الذبح خصها تمشي 5 ولا 6 مرات وهي كتقوم بهذه العمليه ديال الذبح المعزه وكيجي واحد الطير وكيوز داكشي وكيفاش عفوا وكيفاش داكشي هذاك العلم لله وهو غايب داخل الغيبوبه ما كيعرف حتى شي حاجه حتى حاجه والمشكل اللي كيعاود ليها قيد بشير هي ديك المراه ما كتخافش هي قلت لها كتخاف من السحور والشعوذة باش تخاف الشياطين ماشي معاها كيولوا الدنيا وكيخلوا حتى واحد يقرب شي حاجه والجنون وهادي هادي والامور صراحه هادي هي هادي المهم بقاو على هذه الحاله هادي قال لي واحد مره خيط بشير جات نفس المنظر شبرت واحد المعزه عاوتاني وذبحتها وهزت الدم وبقات كترشو على المقبوره تما روشينا وبقات شحال هيدا وهي دائما ملي كتكون مطقوط كتكون مجرده من الملابس ديالها ما راه ديالها كيما قالت سيدنا وكتبقى تسمرغات في القبر القبر ديال القبوره والله ما قدرت تطمع عليهم وهي كتسمرغات فيهم وكتبقى شحال وهادي وسبحان الله قال لي اخي ما عمرو تصادف شي واحد معاها ملي كتكون بهادشي هذا كيتعرض بالقبر كتجيبها من هذا المساكن ماشي ساكن تما كاين نادم مخبع تما كاين نادم كيجي تما كاين نادم كيجي تما قال ما عمرو شي واحد صادفها بحال اللي كتخدم شي حاجه ما كتخليش بنادم يوصل تما كتكون بهاد الطقوس وانا غير كنشوف ما كنهضر ما كنتكلم مبهوط المهم هاد المره الاخرانيه بقات كتشرج تما كتشرج بالدمايت والروينه وتبع دائما المهم بقات جالسه معاه تمايا وقال لي اخي بشير الناس كتمارس معاه تما فوسط القبوره فوسط القبوره تمايا شكون تما ولا التعود 29 كي عنده وسمحوا لي اخوتي الكلام حيدي لان هادشي خصو يتقال ما تعرفش اللي كاين هادشي راه ضروري خصو يتقال باش نادي ما يعرفش اللي كاين وهادشي هذا اللي كنعاودو كان في 80 و90 ولا هادي ولكن كاين دابا نص المنظر كاين يعني سمعت شي حاجه اللي هي جالسين نعاود هادشي هذا ومن بعد نعاود لكم شنو واقع حاليا دابا بعض الامور وخاصه هنا في طنجه ما عم نمشي ما نمشي لا نمشي دابا نمشي مدينه اخرى ولا نعاود لكم هنا في طنجه هنا في طنجه المهم بقات الامور بحال هكا وقال لي اخاي اللي وقع لي وقع معاها بحال ما عارفين فوق القبوره المهم مشات حالها عاوتاني عملت عليها وبحال اللي كاين والو عاود درات طهروا كذا هذه الامور ورشات عليها شي حاجه ومشات حالها هو بقى جالس تما كيخمم مرون ما عارف داكشي اللي النهار داكشي جديد داكشي اللي قام زعما ديك النهار هذاك جديد المهم قال لي اخي بشير كنسمع شي تخرشيت في الشطاب من جهه التحتانيه مشيت شطاب ومشيت لديك الشطاب حتى لشي معزه ربما بشبرات الماء ولا هادي مشيت قال لي ملي مشيت كان جبرو حمراء طويله خرجت تمايا انا كنشوف ديك المراه انا ما حساب لي المراه باش كتعمل تما باش كتعمل تما قلت له سير فحالك سير فحال في هاد المقبره ما تبداش تجيني هادشي فحالك قال لي ولد المراه طويله قال لي وهي خارجه حنا ما جينا عندي وانا راجع الله ولا ملي كنعمل كنجبر الكرعين ديالها ماشي د بنادم واليدين ديالها ماشي د بنادم قلت له مشي فحالك من هنايا وهاني نقول لك قلت له مشي ديك الموطع في الافلين اللي عتزلي واحد الموطع وحفر تما وجيب لي واحد السره هي تما قال لي انا هنا غادي نمشي لك الموطع ورفينا بدا السره حفر غادي نمشي ديرك ليلو بلا ناس بلا ولا غادي نمشي لك الموطع حفر جيب لي واحد السره ومشيت بقيت كنحفر عرفت حفرت داكشي غارق قال لي وجبرت واحد السره بصح وجبتها انا وشبرت ديك السره قلت له شوف من اليوم مابقاش الدور المقابر مشي بحالك من هنايا قال لي ومشات فحالها قال لي وانا هيك كنشوف وراجع بالله ولا مشات فحالها قال لي واحد الساعه ما عرفتش حتى فين مشات وكنشوف انا فحال اللي كيتحرق عليا شي دم بارد شي بروده ما عمري شفتها داكشي بارد بزاف الماء كيهود عليا بارد وبارد بزاف وبدا كيهود عليا ديك الماء كيهود عليا ديك الماء واحد الساعه بحال جاتني فواحد الدوخه وطحت غبت واحد الساعه نوض ملي نوض بحال اللي فقد بحال اللي عارف شي حاجه ماشي هي هذوك خاصه كان فيا الخوف والخوف ما عمره كان فيا ملي دخلت ديك المقبره ما جيني الخوف بحال ديك النار هذاك حيت انا بديت كنفتش كنجمع ديك النعاس اللي كانوا تما وديك النعاس شحال كانوا تما ديك النعاس كانوا 9 النعاسات وثلاثه ديال الجديان وديك الجديان دائما ملي جا شارك النعاس هما كاينين ما عمرت معاك الدباحي النعاس كتشرب ديك الحليب ديال النعاس قال لي ملي سمعتهم كنجبر 9 النعاس وثلاثه الجديان ما جبرتهمش بقيت كنفتش ديك المقبره كامله عايزين فنفتش والو قال واحد الساعه كتخرج لي ديك المره نيت عاوتاني قلت له مشي بحالك من هنايا مشي بحالك قال لا يودي انا كنقلب على ثلاثه د النعاس ديالي شي جديد كانوا هنايا واش نمشي بحالي قلت له هذوك راه ولادي مشي بحالك هذوك راه ولادي صافي ديتهم ولادي مشي بحالك زيد حتى ديك النعاس اللي كانوا ما ديهمش مشي بحالك سمع كلشي مشي بحالك قال لي بديك الخوف باش كتقول لي انا جديد ولادي صافي عرف شي حاجه ماشي هي هذاك قال لي وانا نمشي بحالي مشيت كنجري حتى تخرج من الدار قال لي ملي جيت للدار
شني كنجبر في الدار دقيت دقيت كنجبر الخوت والعاده في الدار. شكون داك المراه مع ديك البنت في الدار الوين والصعيط والعاده ولا ديك الطلب الزنقه؟ قال لي وعاد انا دخل واحد الحاله كتعرف كنخلع القجة والوساخ وبالحفا والدفرين واحد الكارثه. وعاد كنجبر الوالده وخاه كيدقوا على ديك المراه زعما شي كوشيني كاين تما ديك الصداع وهي ها العاده والوينه والشعب شنو واقع عندهم داخل العلم لله. قال لي ملي دخلت شافني ما وشافني خاي تخلعوا صدق الساعة سمح عندك شي طلعنا بحالنا فوق الدار اش كاين اش كاين ما عرفوش مني كاين. المهم بقات الامور هيداك زول ديك الحوايج اللي عليا سيبوهم كدا يدخل تخسر هيدا تما خصني نمشي للحمس عاد يغسل. المهم ما عرفش مني كاين كيقولوا انا ما عارفش شي. المهم منكم وبدو ما كيعرفش مني كاين ما عرفش مني غادي يقول مرون بوري. المهم بقى هذوك الناس كيغوتوا تماك روينه وهادي ماشي يفتحوا حتى الباب وهادي. المهم داو هادشي مخلوهم هذيك الساعه خاه خرجوا دان الحمام يغسل بدا يحسن دار امور. المهم بقات الامور هيدا وداك الغوص في الدار باقي داك الغوص مشى الحمام وحسن وبدل وهادو مشى مع خا شي موطه ورجعوا للدار وجور باقي داك الدق في الحومه والروينه والناس كتطلب والعاده في داك الدار ما كتغوص هي وانسان عاده وكتغوص المهم الروينه. المهم طلعوا للدار عاوتاني وكانت العشيه ديك الساعه هذيك عاوتاني يعني صباح الصباح وطلع نهار تغدى عشان العشيه وباقي ديك الخوت اللي كانت داري عليه في الدار بالليل باقي هو هذاك نيت صباح الصباح وصباح النهار وباقي ديك الخوت ديك المراه وشادين عليه ما فاش كيفتحوا الباب ولا والو ديك الخوت يعني كتغوت مع بنتها والدين ومله والعاده وشكتوا كيتشعطوا وشني وقع ما نعرف. هو هذاك الشيء اللي تاس في المقابر هذه داك الشيء تفسخ ربما وشي جنود تما. المهم ما قدروش يفتحوا الباب والناس كلشي خافوا الحومه كلشي كيطلب ولكن المشكل اللي غادي يوقع هما اللي هاو لي فرعوا ليا الباب داك بن داك احمد وخال هاو كيفرعوا الباب فرعيه ما تفرع فرعيه تفرعوا الباب ملي دخلوا جابوا المراه كامله كتغوت والروينه والعائله مقتوله قدامها يعني قتلت ديك العائله بنتها قتلتها وكانت كتغوت كتشطع والروينه وكلشي مدرج كلشي مهرس والعاده وهادي. المهم الناس كيلقاوت والروينه وهادي عيط للمخزن عيط للمخزن عيط للبوليس لعيت البوليس كاين عاد سامح احمد هو اللي قتل ديك العائله قال هذا هو اللي هجم علينا وضرب وعمل وكذا والامور. وفي نفس الوقت الناس كيعرفوا احمد ما كانش كيشوفه ربما كان تما انا احمد ما كانش كيشوفه لانه ما كانش كيعمر الدار كيما في المقابر وتهمات بانه هو اللي عمل هو اللي فعل هو كذا وهذا وتم القبض عليه. يا خاي ما ماشي هو مشي ولا صدق كتقول هو هجم علينا هو اللي عمل هو اللي هرس هو اللي قتل ديك العائله. شو الامور عز انسان ما كانش خصو يدخل كاع لانه حقا دخلوا وروينا وكيدخل لا خرج عليك شنو عملتي ولكن عوروا ولصقوا له التهمه لي التهمه اللي عتبر بها بان قتل ديك العائله وعيطلع عليا 30 عام ديال الحبس قاعد تحكم 30 عام ديال الحبس ما عيطلتش منا شي الامور وخي عيهم يجري عيهم يعملوا والو لصقوا لك شي حاجه. علاش؟ لان كاين بعض الحاجز ديالو تما اللي تهموه بها لانه ما كانش كاين عندنا بشحال هادي بزاف ديال الامور اللي تهموه بها وبزاف الامور ديال الناس اللي شهدوا بانك كيعرفوه كان كيعمر معاه في الاول كان بحال كارت كور كيتسخر لهم كيعمل لهم كيجيب لهم كان كيعرفوه الجيران كذا هادي عارف انه هو كيدخل عندهم وعارفين ان فين هو راه معاهم تما وعندنا هادي مشات اللي كيشوف مثلا وتهموا ديك التهمه كتلاصقه فوق هو باري منا ولكن لصقوا له التهمه ديال القتل والضرب والتهريس وهادو تحكم 30 عام ديال الحبس. وداك السيده زاد دخلوا عام مشات في عالم مشات من جات ما نعرف فين مشات وبقى احمد مسكين ويماه بوريه ماتت هي بالغدايد هي بالغدايا وديك السحور وين ماتت يما فهمتيني. وبقى هو هيداك هو بقى هنايا في طنجه قلت له دخلت انا في 92 جبرتو في الحبس جبرتو كان في الحبس كان هو الا كنعاد طلعوه كنعاد طلعوه عفوا على هذا المشكل هذا وهذه المصيبه وهذه قلاله. المهم ملي بقى في الحبس تما يم الوالدين الله يسمحنا منهم بقات كتجري على يما وبنادم ضعيف بنادم ما عندوش بوري عاد حدو قادو كيدخلوا البركه عندك الحاحه كيكريهم فقط ما عندهم شي مدخول ولا شي حاجه خاك ياخذ في مرصا في الزرع شاش داك الشيء هذاك الخزاين الزرع كيخذوا بالنومه كيعمروا الشكاير ديال الزرع بالنومه كيعملوا تما ديك المجموعه ديال الناس عايشه بالنهاريه ونهار لها البركه يعني ما عايش حد قدو حتى هو مبليم كيف بدا الامور وبقات هيداك يعني شكون غيطلع على احمد مسكين شكون غيجري عليه بقات الامور ديالو هي تحكم 30 عام ديال الحبس وهزوه داو الحباس يا اخي عاوتاني من هنا من هنايا وعاد ما كيطلع على حتى شي واحد وماتت يما وخا بوري عاوتاني بقى كبير مشيت مجوج وعاد تا هو بوري ماشي شي واحد اللي هو مفكيت تا هو مطار ولا ماشي شي واحد وخاصه ديك الدار كانت فيها الشعواده والتباخر والروينه وداك كاع تا هو تادا عاود انا كتعرف الانسان ماشي هو شي نورمال واخا انت كتعرف وعندنا ديما جوج ما عمل ولادو ما عمل والو بقى سيدك احمد مسكين اللي بقى في الحباسات كان يعني تصاب بواحد المصيبه اللي ما كيعرفها له شي بنادم. هادشي اللي كان تصاب به هو
انه هو واخا دابا مازال منو داكشي يعني ديك الجنيه اللي خرجت عليها في المقابر وقعدت ديك السره ولا شي حاجه داكشي بحال يتفك منو داكشي اللي كان فيه. ولكن ملي كيجي العيد الكبير وكيجي العاشر كيجي العيد الكبير حتى كيجي العاشر حتى كيفوت العاشر هاد الفصل العيد الكبير والعاشر ما كيبقاش نورمال كيرجع يخوت كيرجع يضرب كيرجع يجي في راسو ويجي يقطع الشعر ديالو ويرعرو ويتمرقد في الارض وما كيعرفش واش ينشني عنده. هو كيجي العيد الكبير كيتذبحوا الكتيبه في العيد كنعيدو كيتهرق الدم صافي ديك الدم اللي كيتهرق للكتيبه كيتقاد راسو بوحديتو هي كيجي العيد الكبير كينوض فاش الهجاج بوحديتو وماشي وكيبقى داكشي حتى العاشر العاشر كتعرف كتبع ديك الامور ديال الشعواده والمجامر والتباخر والروينه والتشعوذ كامله بحال اللي كيقولوا الناس قال لك بين العصيده والقديده يعني بين القديده والعصيده كيكون تما اللي كاين هو الصعقه يعني الامور الله يحفظ بين القديده والعصيده هذا قول الناس كبير الناس قدامين قال لك بين يعني القديده والعصيده كيكون اللي كيكون خصو يرد بنادم بزاف بالو بين القديده والعصيده شنو هي القديده هو العيد الكبير والعصيده هو العاشر هنا المشعوذ والسحره كيخدموا الخدمه ديالهم هذه هي الامور الخطيره العيد الكبير كيكون فيها الدمايت وهذه والعاشر كيكون الشعوذة والسباخر كلشي كيتباع في العاشر كلشي فيما كاينشي مشعوذ فيما كاينشي شي حاجة اللي عندها العلاقة بالتشعوذ والسحر كتباع في العاشر أنا كنا كنعرفو هادشي هذا بصح حنا كيجي العاشر الأيام ديال الخصافات أيام الخصافات بالضبط كتجبر هادشي هادي فيها الحلوى جبالة وبدا الأمور وهادشي هادي فيها القشاوج وهادشي هادي فيها الحوايج ولكن هادشي كامل القياط المشعوذين زغر النيل والحكايصلات والدعابج والقنافل والتعالم والجلود والسقط الامور خطيره كتسلع تما وكتجبر الناس مجموعين تما كيشريو داكشي هذا بنادم ماشي غير روينه اي أيوة والله شي خطير وخطير جدا هذا احمد مسكين في وسط الحبس هي كيجي العيد الكبير او حتى العاشر ما كيبقاش هو هذاك وبوري بنادم ما كيفهموش في الشامبري كيجي فيهم عاود كدا الامور واخا ما كيهضرش يطراني داخل في جواه ولكن هي كيجي العيد الكبير والعاشر كيتخصى كيبقى يغوت كيبقى يضرب والمساجين تما ما كيفهموش ما كيعرفوش كاين واش ضربوا حتى هما شحال من واحد ضربوا بالكاميله مره شحال من واحد ضربوا بالمضاه شحال من واحد هرق عليه الزيت طايب شحال من واحد ضربوا بالمسخونين شحال من واحد بالبرد والله العظيم بوري كيعاودوا الناس اللي كانوا تما طنجة واللي كانوا كيعرفوا شحال هاد الدق لا بوري بنادم ما كيعرفوش وعاد تمولين الوقت ما كاينين الهراو كيخرجوا كيعلقوا الدق روين هاد بصح ما كيعرفوش انت بوري كيجي هذيك الحاله ماشي تخاطروا هذوك الامور ما كيفهموا فهمتيني شحال من مره كتعرف ضربوا له الابره باش ميبقاش يغوص يفرطط بدا وادي معاه هو كان عاوتاني تبارك الله نقردم واخا هيدا كان نقردم صحيح طويل عامر كان كيطيحوا له بالليباري تما كيخليوه عواج مره والتوطيس والداق يعني وعاد الحقرات انا تعرف الامر وبقى هيدا بقى هيدا قال لك شنو هو جاي في راسو اخي اختار راسو هو يعني ما قالوا الناس لان هادشي هذا كيقولوا بعض الناس طنجاوري كانوا تما في التروسفيرات تما اللي كانوا كيعرفوا وكيشوفوه بدا الامور اليوم الجايه ديالو الحومه ديالو كيعرفوا اختار راسو فهمتيني وانا اللي كان قال لي هادشي هو خاه خاه كنت كنتلقى هنا في بلاصه هنا في بلاصه المدينه ما واحد جداودي واحد خانا كنعرفته هو صاحبنا داك جداودي كيبيع جدات تما عند جداد هو كتجيب راه كيجي تما كيبقى معايا بقيت داكور هو وياه وهذه وانا كنت كنجيبها كندخل البلاصه ولا هذه كنت كنسلم على خي عسلام بخير كدا هذه الامور وكان كيف هو احمد كيف هذه كدا كيقول لي احمد بوري شحال صاحبي ما كيطلع عليه وما كاينش اللي يمشي لعندو كنقول له مشي لعندو صاحبتي واخا مره ثلاث شهور واخا كذا كيقول لي اخي باش لا غالب الا الله شكون اللي غادي يمشي وبدو مريض وانا كذا وهادي حتى جاب صاحب مره قال لي مات مسكين في الحال ما عرفش ني قالوا راه انتحر قتل راسو قدر عمر في الحبس كتجي ديك الحاله بوري الله يكون في العون شنو حد راسو يعني الامور كامله اللي بغينا نوضحوا الجرائم والمصائب اللي كتكون في وسط المقبره بالضبط هي في جميع المقابر كانت المقبره بالضبط وشي حاجه اللي وقعت في المقبره شي حاجه باقي شي حاجه خطيره اللي عندها علاقه سبب الاجرام والمخدرات والاغتيال والاغتصاب زاد الامور وقعت في هذه المقبره هذه اللي هي كطلع على شهر العسل الاول اقسم بالله العلي العظيم اللي هي دابا الحمد لله طيحوا ذوك الصور رجع كلشي باين ما شحال هذه كانت بحال غابه من داخل غير القصب والشجر وذوك المقابر كيخلعوا وذوك الشطاب كيبروا وذوك الارض كيفاش عامله وذوك القبور قدامين وفروعين مشقوقين الخاطر مخيم اللي غاديش يخرج تما الا ديك بنادم اللي حماق وديك بنادم اللي عمل شي اجرام عنده في تخبع تما والامور ديال التشعوذ والشعوذه والروينه والخطر هادشي اللي كاين تما لان الامور الشعوذه خطيره وخطيره بصح خاصه السحور والشعوذه والدجاج بزاف ديال بنادم كيامن هادشي هذا وكتبر بنادم المصيبه هي بنادم مثقف قاري بصح وباقي كيستعمل يعلق معاه القرطاسه ويعلق معاه شي حاجه في عنقه وشي كتابه خليها تعمل له القبول هذا تعمل له ما عرفش شنو هذا تجيب له الراس ولا تبع اعتقاد صعيب الشرك بالله ويدخلك حتى للكفر ما كتبقاش يجيب الشرك يوصلك حتى للكفر والمصيبه كتبان الناس مثقفين الناس داخلين في البرلمان البرلماني معلق مع الكتاب والقرطاسه والله العظيم راه مصيبه عظمى
يا خويا في وسط الحيط كيعمل انتخابات كيعلق مع السحور هذه ما زعما ينتخبوا عليه الناس ولا اعتقاد على الناس هادو، لان الوازع الديني ما كاينش. والمصيبه العظمى دابا حاليا كتجبر تبع الدول كيتحارب دوله اخرى بالسحور، كتجبر دابا سبحان الله العظيم حتى الحرب ما بقاتش بحال اللي كانت قبل، هي بالصواريخ والدبابات والقنابل، لا دابا دخل بزاف ديال الامور بحال مواد كيماويه، بحال يضربك المبيدات ويضربك بالامراض الفيروسات ويضربك المخدرات ويضربك حتى بالسحور. دوله كتسحب دوله، يملك السحور، يملك بزاف الامور، داكشي خطير وخطير جدا. ولا مع شي بنادم على راسه ولا يملك السحور في الماء، تجي واحد يصاوب يملك السحور في الماء ويشربه لك وداك الامور كيجبر بنادم باولوط بنادم قرد. حتى كتشوف دابا بزاف بنادم كتشوف مسكين ما كيهضر ما كيتكلم، ساكته والمسكوته. بزاف البشر بزاف ديال الشعوب بالنسبه للامور، مثلا كتجبر دوله مثلا حد دوله الجيوه كتجبر الشعب ديالها مسكين مباولط بحال اللي مسحور، ما يهضر ما يتكلم، الرا الشاشه يوكلوا الحمل الحمر ياكله، ما يجيبوا له الحليب باش يعمل على الفيله، المهم يقولوا له مشي ما كيعرف حتى شي حاجه، كيهضر هني كموك مي كموك ما عرفش شنو كذا، هذه ما كيعرف حتى شي حاجه. المروك 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 مي كموك المروك الدعاره ما كيعرف حتى شي حاجه. هادشي اللي معلمنا علاش داكشي السحور مأثر بهم، داكشي السحور خطير وخطير جدا، وخاصه السحور المرشوش والسحور اللي كيشربوه والسحور اللي كينعسو عليه والسحور اللي كيصطمو عليه، كيبقى الانسان ماشي هداش. لا هدا ولا كتجبر كتسحب الشعب ديالك تخليه مباولط مرة ما يعرف لا هادي ولا من هادي، الرا الشاشة ويكلوه اللي بغاو يعملوا اللي بغاو، ما يهضر ما يتكلم. قسم بالله دولة الجوار داكشي اللي واقع انا ما كنقول حتى شي حاجة، وخاصة سنة كتشوف يعني كتبر ياخر مثلا جدو دار الاستعمار وقسموا عليه جوج الجسد ديالو سيبوه في البحر والجمجمات دانزله في المتحف، وكاين شي دوله في العالم الجماجم ديال الاجداد ديالهم والاباء ديالهم في المتاحف، كيجي العالم يتفرج يشوف ديك المتاحف ويشوف ديك الجماجم تمايا. كيف يقول الشعب ماشي مسحور؟ الشعب راه مسحور بصح 100% مسحور قسما بالله، ماشي مسحور شحال زايد على السحور، ما يقدرش يتكلم مره، ما يقدر يعمل هذه ولا هذه. هذه الامور اللي خطيره اخوتي، دائما الانسان خصو يرد بال اش كياكل اش كيعمل، مع من كيمشي، مع من كيتكلم، فين كيصطام، الاماكن اللي هي حتى بير دابا شوف بير والديسكوتيكات قسم بالله كاملين بالسحور. اللي كيدخل شي ديسكوتيك ولا شي بار كيبقى لاصق فيه، علاش؟ دافين لك شي حاجه راهي خلفت عليك، كتبقى ديما ماشي ماجي لك الديسكوتيكا، ماشي ماجي لك البار او القهاوي او الموسيقى، كلشي كيخدم بالسحور. راه كي تعود ما صعيب، لان الوازع الديني والخوف من الله ما كاينش. هذه هي الخطوره اللي كيفكر فيها بنادم خصو يرد لها منا، وعلى قصه الميرنيسي اتونس وكمر عالم. هذه هي الحقيقه اخوتي، نطولت عليكم، هذه هي القصه ديالنا. دائما الانسان يمشي في الضوء يمشي في سلات، يبعد راسه من طريق الشر، يبعد راسه من بنادم ديال الشر، يشوف طريق الخير واهل الخير لعله وعسى ينجى. ودائما بحال اللي كنقول لكم الانسان يمشي في الضوء وشبر الامور اللي كنقول لكم ليا، العباده والرياضه وتجميع الكرده ودهن السير يسير حتى يفك الله.